صباح الخير، اسمي روان أسامة. أنا ثالث متوسط، نجحت في الصف الرابع الإعدادي. هوايتي الرسم من ثانوية تبوك المتفوقات. أحب الرسم، هوايتي الرسم من عمري 5 سنين. بديت أرسم يعني مناظر طبيعية بالبداية، بس بعدين من صرت متوسطة اتطور رسمي وبديت أرسم لوحات عالمية مثل فان كوخ أو غيره. حاليا يعني متعلقة برسم الجيومتريك آرت، رسم متعلق بالألوان الهواية اللي تصير باللوحة. وأنا أحب يعني اللوحة تكون كلها ألوان يعني تريح العين. بدايتي كانت بالرسم، كنت أحب أرسم بالألوان الخشبية وعلى الورق. بعدين بديت أرسم رصاص وفحم، بس حاليا يعني أكثر شيء أحبه اللي هو الألوان الأكريليك. الألوان الزيتية ما أحبها لأنه ما تنشف بسرعة، بس الأكريليك تنشف بسرعة ويعني الرسم يكون بيها سهل وسلس الدمج وكل شيء يعني سلس. أنا عادة أرسم بوقت فراغي، يعني وقت ما أخلص شغل البيت وهاي ويا أمي أرسم. دائما يعني أفرغ اللي بداخلي بالرسم، حتى لو كانت الرسمة مفرحة أو حزينة أو أي شيء، يعني بس تفرغ اللي يعني اللي بداخلي بالرسمة. أتمنى يكون إنه بالمدرسة هيك مرسم، ويعني شيء يشجع الطلاب إنه يستمرون بالرسم، لأنه هواية ما تتفوت، ويعني كل واحد يعتمد على الخط مال إيده والرسمة مال إيده وأسلوب مالته. أنا بالمستقبل أحب أصير صيدلانية، لأنه إن شاء الله أعالج الناس يعني المرضى، وهمتي أنا كوظيفة جانبية يعني رسامة. أوجه كلمة شكر لأبويا والأمي، لأنه دائما يشجعوني على الرسم ويشجعوني إنه أكمل هاي الموهبة وأطورها.